بعد أن تنتهي القذيفة من عمل الخراطة تنتقل إلى القسم الآخر عمل الحدادة. عمل الحدادة هو العمل الذي ينطبق على الفراش الأخير من الجزء الأخير من القذيفة، وبعدها تنتقل إلى مرحلة الحشي. تحشى القذيفة بالمواد المتفجرة وتكون مهيئة للمعركة. بعد ما تأتي القذيفة من الفرن تأتي بها إلى الورشة، فيستلمها المرحلة الأولى هي وضوع القذيفة في هذا المكان لتشليخها وتنعيمها وتأهيلها للمرحلة الثانية إلى المخرطة، حيث يكون سرعة في الإنتاج ودقة في الهدف ودقة في التصنيع. فالمرحلة الثانية هي نبدأ بها إلى المخرطة. المرحلة الثانية نبدأ بها إلى المخرطة. هذه القذيفة تكون على المخرطة، الآلة الذي تعطينا الدقة في التصنيع والتركيز في دقة الحسابات بحسب تكون 120 إلا 6 دوزيم من قطرها الذي ستكون يحبس الضغط عند الإطلاق. هذه المرحلة الثانية من القذيفة. بعدها تكون القذيفة في مرحلة الحدادة، حيث يركب الدنب الخلفي من القذيفة وتطبق الريش. المرحلة الثانية ننتقل إلى المرحلة الثانية. هذه المرحلة من تصنيع قذيفة الهاون 120 هي تسقيب الذنب الخارجي من حيث ثقوب لتخرج النار من هذه الثقوب إلى المحشو الدافعة، فتنطلق القذيفة إلى هدفها. هذه المرحلة الثالثة من تصنيع الذنب. لدينا المرحلة الرابعة. المرحلة الرابعة هي هذه المرحلة الأخيرة من القذيفة، حيثما يوضع الأجنحة على الذنب ويلحم بشكل منظم ودقيق جدا لتكون مركزية الإطلاق في القذيفة دقيقة جدا. هذه تعتبر المرحلة الأخيرة، وبعدها يركب الذنب على القذيفة وتكون جاهزة للإطلاق بإذن الله. هذه القذيفة الهاون بعد المراحل الأربعة تكون جاهزة الآن إلى التسليم إلى مخبر الحشوة المتفجرة لتحشى بالمادة المتفجرة، وبعدها إلى التخزين أو إلى الهاون. قذائف جهنم نقوم بإحضار جرار الغاز والمواد الأولية من الحديد، وطبعا هناك نظام آلي مراحل أولية. لو نظرت إليها سترى المراحل كيف تكون من حيث بدء استلام جرة جهنم وحيث انتهائها إلى عدة مراحل إلى المخرطة وإلى الحداد وإلى الفحص كالتوازن الأخير ليكون هناك مركزية بالإطلاق. وبعدها تنتقل القذيفة إلى الحشي، تحشى بالمواد الأولية من المتفجرات التي ان تي والسماد وبودرة الألمنيوم وعدة مواد أخرى من السوائل لتكون شديدة الانفجار. والحمد لله قذيفة جهنم أخذت صدى عظيم وانهيار في قلوب العساكر، يعني وكان نظام الأسد بائس من مدفع جهنم والمدافع الذي كان عملها على أيدي السوار، ولله الحمد والمجاهدين. هذه بالنسبة لقذيفة جهنم، عندما نأتي بجرة الغاز ونجردها من القاعدة السفلى والقبضة العليا تكون المرحلة الأولى لها عندما نضع الترس الخلفي عند القذيفة جهنم لتكون عند الإطلاق تتحمل الضغط اللازم لهذه الجرة. هذه المرحلة الأولى عندما يشتغل. المرحلة الثانية هنا نركب المرحلة الثانية نركب الذنب على القذيفة بعد انتهائه من المخرطة وتأهيله على الحاجة عندي السبطان الموجودة عندنا هو سبطانة المدفع، تكون مغلاق الدبابة 72 مغلاق الدبابة 72 مع سبطانتها نأخذها ونهيئها لمدفع جهنم، وهذه تكون على قياس السبطانة الدبابة 72. هذه المرحلة الأخيرة نضعها لتكون الأجنحة الخارجية هي التي تعطي توازن ومركزية للقذيفة عند الإطلاق وتحديد الهدف. واستطعنا بقذائف جهنم
أن ندمر أكثر يعني أماكن فيها صعوبة مثل السواتر العالية والبناء المتين في العمار. وقذائف جهنم أعطتنا الحمد لله رعب في قلوب هذا النظام الذي استطاع أن يقتل فينا ظلما وعدوانا ولله الحمد، وكان هذا رعب على قلوبهم وعلى كاهلهم وعلى معنوياتهم. واستطعنا ولله الحمد تحديد ما يقارب 75% من دقة الهدف في قذائف جهنم. وكتدمير تستطيع قذيفة جهنم أن توازي برميل الطائرة الذي يهبط من الطائرة.